في النهاية يا مستر حازم أنت خسرت آخر أمل. قصدك دي نهاية مرحلة، وفي أمل كبير إنها تكون بداية مرحلة تانية. إزاي؟ هما دلوقتي مفيش حد تاني قدامهم غيري، أوكي؟ هلعب معاهم لعبة الهدف تاكت، خليهم يراقبوني، يلفوا ويدوروا حواليا، ثم في نفس الوقت ده يا مستر يلمس هتكونوا انتم رتبتم اوراقكم ودورتم على حد تاني غيري تقدروا تعتمدوا عليه. والفلوس؟ الفلوس هترجع لكم على داير مليم، بس بالتدريج عشان ما نسيرش شبهات. ما تخافش يا مستر يلمس، انا مش هكرر غلطة كرم. اقتراح جدير بالدراسة. انتم ساعدتوني كتير، وافضلكم عليا لا يمكن انساها ابدا. دي اقل حاجة اقدر اقدمها لكم بعد ما كشفت. مش خايف اني اقبض عليك؟ الديسك والحاجات التانية دي اللي سابها كرم مجرد خرافات، وحتى لو ظهرت هتنعدم ومش هتوصل ايدين البوليس ابدا. متأكد؟ متأكد. واحد غيرك ما كانش رجع مصر، وكان خلى حد تاني يمسك اعماله، يمكن في ظروف تانية او مع شخص تاني، لكن انا عندي حساب في مصر لازم اصفيه. Don't take it personal. حازم ابعد عن الضابط ده. ما تقلقش، انا مرتب له ترتيب تاني خالص، بس مش دلوقتي. اصبر شوية علشان ما تبقاش مكشوفة. لحسن الحظ يا مصطفى ان في جهات امنية عليا بتتابع الشق الخارجي للقضية. على كده بقى الموضوع كبير وكدبة اكبر من اي تصور في خيالك. يا ترى انت تعرف صاحب الصورة دي؟ لا يا فندم. وده ايه علاقته بقضيتنا؟ ده يا سيدي اسحاق عدنان كان موجود في مصر هنا من فترة بسيطة. دخل مصر بجواز مزور تركي تحت اسم يلمز نسين. قدم نفسه على انه صاحب شركة كبيرة وبيصدر جلود وبيستورد ملابس وسيراميك وسجاد. بيشتغل مع حازم الجداري؟ هو قابل مجموعة من رجال الأعمال في مصر وبشكل عالي، وعقد معاهم صفقات عادية، وهم طبعا ما كانوش يعرفوا حقيقته. الوحيد اللي قابله بشكل سري هو حازم الجنداري، وقابله في فندق من فنادق القاهرة. ده يبقى اكيد ساعة لما هرب من المراقبة. وحازم ده برضو هو الوحيد اللي ما عملش معاه اي صفقات. طب وليه ما قبضوش عليه؟ سابوه يا سيدي يدخل عشان يعرفوا هو جاي ليه بالظبط، وياخدوا فكرة واضحة عن علاقاته في مصر. افهم من كلام سيادتك إن حازم ليه نشاط إرهابي؟ لا 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 لا، حازم متورط في الشق الجنائي فقط، لكن البعد السياسي ملوش علاقة خالص بيه. طب وتعاملاته البنكية برة ما قدرناش نوصل فيها لحاجة؟ رفضوا يا سيدي يتعاونوا معانا. قال إيه؟ بحجة سرية الحسابات. يمكن ما يعرفوش إن القضية ليها علاقة بالإرهاب. لا يا سيدي، عارفين وساكتين. إسحاق عدنان ده له علاقات بعصابات المافيا، وله علاقات بعصابات غسيل الأموال، وكمان له علاقات ببعض الشخصيات الأصولية اللي هربت من مصر وبعض الدول العربية. عليهم أحكام هنا؟ أيوة يا سيدي عليهم أحكام، أحكام بالإعدام. ورغم ذلك ما رضيش يسلموهم لينا. قال إيه؟ ادوهم حق اللجوء السياسي بحجة الحرية. أه طبعا، هم يهمهم إيه ما دام الضرب فينا إحنا خلاص؟ لا، مصيرهم هيتقلبوا عليهم. بقولك يا مصطفى، انا عايزك تعمل تقرير شامل وبكل التفاصيل عن القضية. تقرير يا فندم؟ ايوة، وتروح تقابلهم وتقدم لهم كل المساعدات اللي يطلبوها. طبعا يا فندم، تبادل المعلومات بيننا في المرحلة دي مهم جدا. انا فخور بيك جدا يا مصطفى، لانك قدرت تعرف من الاول خالص ان القضية دي خطيرة ومش سهلة.
الله اعلم كان ممكن يعملوا ايه ويوصلوا لايه لولا انك انت خدت بالك من موت كرم وقدرت تخلص عليهم واحد ورا التاني. انا نفسي اعرف ايه العلاقه بين الارهاب وغسيل الاموال. هو نفس السيستم يا شريف، نفس اسلوب العمل مع اختلاف الاسباب. ازاي؟ اقول لك ازاي. الارهاب محتاج لتمويل ومحدش هيقدر يمول بشكل علني والا هيتعرض للمساءله القانونيه، مظبوط؟ ايوه مظبوط. يبقى الحل ايه؟ الحل ان فلوس التمويل دي تستثمر في بلاد مختلفه بنفس اسلوب غسيل الاموال، على اساس ان الفلوس دي توصل للناس اللي هينفذوا العمليات الارهابيه من غير ما اي حد يقدر يعرف طريقها ولا مصدرها. الو. اهلا يا والدي. لا والله ما نسيتكش، ساعه وهكون عندك. اسمع اوعى تتغدى، انا لسه طالب كباب في التليفون، هعدي اجيبه واجيلك على طول. اتفضل يا والدي. ايوه. بركه يا جامع، سيبك انت بقى من شغله ومشاكله وروح اتجوز الست اللي انت بتحبها. ما ينفعش يا والدي، قلت لك انهم ممكن يحققوا معايا واتنقل. ما تتنقل يا اخي، ما هنا شرطه وهناك شرطه. ايوه بس الكلام ده ممكن ياثر على سمعتي. تاثير وقتي يا ابني، انت سمعتك كويسه طول عمرك، طول عمرك ذمتك نظيفه وايديك طاهره ورؤسائك عارفين كده كويس. بكره القضيه تنتهي والجوازه تتنسي ولا يفضلش غير الحقيقه. هو انت فيه زيك يا درش؟ انت مش مراقبني برضه؟ ايوه مراقبك ومطمن عليكي. حازم بعد ما انكشف مستحيل يفكر يقرب لك. ده عهد بيني وبينك يا فريده، لو خنتي ما تلوميش غير نفسك، انا لسه فاتح لك قلبي. فكري تاني، احسن لك واحسن لي. فكرت وانتهينا يا حازم بيه. هتتجوزي مصطفى؟ لكن مصطفى حاجه تانيه خالص، ثقتش فيه ملهاش حدود ملهاش مبرر. انا ما بحسش بالامان غير وهو جنبي. للدرجاتي بتحبي مصطفى يا فريدة؟ أنا هقولها لك لأول مرة، لولا الملامة كنت رحت لحد عنده وطلبت إيده للجواز وخلصت. خير؟ في أسئلة تانية؟ أنا جاي النهاردة مش بصفة ضابط. أمال جاي ليه؟ تضايقني وخلاص؟ إيه ده؟ وأنت لما بتشوفيني بتضايق؟ مش هرد عليك. تتجوزيني يا فريدة؟ بتقول إيه؟ بقول لك تتجوزيني يا فريدة. وأنا مش تحت أمرك يا حضرة الضابط. شوية هتموت عشان تتجوزني، وشوية تعاملني على إنك ما تعرفنيش وتقول لي انا بحميكي زي ما بحمي اي واحده تانيه. كان غصب عني وانت عارفه كده كويس. اسفه جدا، عذر مش مقبول. افهم من كده انك انت بترفضيني؟ يا سلام، هو مستغرب ليه؟ عمر الشريف متقدم لي وبرفضك؟ ممكن بقى تبعد عني وتسيبني في حالي؟ طب ممكن قبل ما امشي اقول لك على سر صغير؟ بس بسرعه لو سمحت. أنا سمعت كل الكلام اللي دار بينك وبين سالي اليومين اللي فاتوا. كلام؟ كلام إيه؟ من أول مصطفى لسه جوايا لحد لولا الملامة كنت رحت لحد عنده وطلبت له الجواز.